وحديث اليوم عن موضوع إحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر الناس بتطلع على السنة على إنه واجب لازم أعمله. لا، إحياءك للسنن هو مقياس محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. إحياءك للسنن هي منحة من الله لك. يعني لو دخلت على مكان أعطيت لواحد 100 دينار، 100 100، وفي واحد أعطيه 150، لما أعطيت لواحد 150 إذا زدته على غيره دليل المحبة. لكن لو أعطيت لواحد 200 صار أبو 200 أفضل من أبو 150، ولله المثل الأعلى. بمقدار تطبيقك لسنن النبي عليه الصلاة والسلام، بمقدار ما أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام. ومحبة النبي منحة من الله للعبد، لا يعطيها لله، لا يعطيها الله للعبد إلا بمقدار المساحة البيضاء من قلبك. فكلما زادت المساحة البيضاء في قلبك، كلما منحك الله محبة أكثر، وكلما منحك محبة أكثر، كلما طبقت سنن أكثر. فتطبيقك للسنن انعكاس لمدى المساحة البيضاء اللي جوا قلبك. معناته أنا لما أترك سنة مش معناته تركت السنة يعني أنا بديش أعملها. لا، تركك للسنة دليل على أن قلبك لا يتسع للتطبيق، وإذا كان قلبك لا يتسع للتطبيق فلقلة البياض الموجود في قلبك. عشان هيك الشباب لما مرة طلعوا أصدقاء إلنا ومعارف وقالوا طلعنا مع مجموعة تنشر الدعوة إلى الله عز وجل يحكم على الدين، قال فلقينا ختيار أعجمي طبعا وبيعيط، مالك؟ قال ضيعت المسواك، فأنا صليت هسه بدون سواك. يا سيدي منجيب لك بداله. قال لا، ما هو الذنب الذي أذنبته حتى أضاع الله سواكي فصليت الصلاة بغير سواك؟ أنا شو الذنب اللي عامله حتى ربي سبحانه وتعالى حرمني نعمة إني أصلي بالسواك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول صلاة بسواك تعدل 70 صلاة بغير سواك. فشو الذنب اللي أنا عامله بيني وبين الله عز وجل حتى ربي حرمني نعمة من نعمه وهي أن أعمل سنة من سنن النبي؟ بس الناس مشكلتهم إنه لما يجوا على السنن لازم كل سنة يربطها بمنفعة مادية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا. يعني لما تيجي تشرب المي ما تكركع المي كركع، واشرب على 3 مرات. إجا قالك ليش؟ ليش النبي قال هيك؟ ما أنت كل سنة بدك تربطها بشيء مادي، ما بنفع. أنت تربط فعل السنة بمقدار أدبك مع النبي عليه الصلاة والسلام، والأدب لا يحتاج إلى دليل، والأدب لا يحتاج أنك تربطه بمنفعة مادية. لما سيدنا جبريل إجا عند النبي عليه الصلاة والسلام وكل أصحاب النبي حافظين الحديث وإحنا كلنا حافظين الحديث، بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر ولا يعرفه منا أحد، فجلس عند النبي فأسند فخذيه إلى فخذيه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وجعل كفيه على فخذيه، ثم سأل الرسول عليه الصلاة والسلام طب ليش الجلسة هاي جلسها؟ هي جلسة الأدب، جلسة سنة الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. طب شو الفائدة المادية إلها؟ لا، مش شرط تسأل عن سنن الفائدة، لا يشترط أن تسأل عن السنن ما فائدتها المادية، لأن الفائدة عائدة لقلبك مش عائدة على جسدك. فوائد السنن أنك تحب الله وتحب النبي عليه الصلاة والسلام. عشان هيك يا أخوان إحنا اليوم لازم ندور على السنن ونبدأ نطبق السنن، لأن تطبيقك للسنن هو الذي يغرس في قلبك محبة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الدين بدأ غريبا. الدين لما بلش، بلش بأبو بكر، بعائشة، أو قبليها ستنا خديجة، بسيدنا علي، بسيدنا بلال، بدأ الدين غريب ويرجع غريبا. وبآخر الزمن نفس الشيء، الناس الآن دينهم تلفزيونهم، دينهم دينارهم، دينهم فلوسهم، دينهم الشهرة، دينهم المنصب، دينهم العشيرة، دينهم المكان، دينهم هاي دينهم.
صاحب يقولك أنا مسلم بس مستعد يضيع 60 فريضة صلاة، 60 فرض صلاة مش فرض وفرضين، بيضيع 60 فرض من فروض الصلاة عشان مصلحة دنيوية، مش بنكون رايحين على صلاة الجمعة والمحلات فاتحة ولما تفوت عنده شو الأخ أنا مسلم. أي مسلم الناس قايمة بتصلي الجمعة وانت قاعد بتبيع؟ طبعا ليش ببيع؟ لأنه في زبون راح يجي، زي ما إنه في بياع زي ما في مشتري، فهو فاتح لأنه في مشتري، وبالأخير هذا مسلم وهذا مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا. طيب يا رسول الله إيش كمان؟ فطوبى للغرباء. مين الغرباء؟ الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. اللي بيصلح سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبنشر سنة النبي ويحث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا اليوم سنن النبي قاعدة تتلاشى، وأكثر من هيك اليوم عندك ناس بيضحكوا لما تطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اليوم في ناس بيستهزئ لما تطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. اليوم لما تقول لواحد السلام عليك يقول لك إيه وأنا فايت على البنك الإسلامي، يا أخي السلام عليك مش البنك الإسلامي، السلام عليكم للدين الإسلامي، للدين الإسلامي. السلام عليكم 10 حسنات ورحمة الله 20 حسنة وبركاته 30 حسنة. ولما بيجي بيقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هي 30 حسنة. أنت اليوم مطلوب منك تفشي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. لو أنت اليوم علمت الناس سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، السلام لما تدخل على المجلس، السلام لما تطلع، شرب الماء 3، سنة المصافحة، سنة السواك، سنة الثوب الأبيض، سنة دخول الحمام بالشمال، سنة دخول المسجد باليمين، سنة النظافة، سنة تنظيف الأسنان، سنة العطر، سنة تقبيل اليد العالم، سنة التذكير للذهاب للمسجد، سنة الإشفاق على الفقراء والضعف والمساكين، سنة توقير العلماء، سنة إكرام ذي الشأن. شوف قديش سنة بحكي لك. لو اليوم أحييت سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام كان لك من الأجر بمثل كل من يعمل بهذه السنة ولا ينقص من أجورهم شيء. نحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي رسالة لطلاب الجامعات، اعمل سنة. احنا عندنا الاسبوع الجامعة 16 اسبوع، طيب كويس، هذا الاسبوع محبة النبي، اسبوع محبة الصحابة، اسبوع شرب الماء 3، اسبوع الصدقة، اسبوع واسبوع، كل اسبوع في عندك سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بس هو السؤال كيف بدك تعمل سنة انت مش فاهم السنة؟ ما انت اصلا السنة مش سامع فيها. انا بدلك، اشتري كتاب رياض الصالحين، في كل سنن النبي عليه الصلاة والسلام، في كل سنن النبي عليه الصلاة والسلام. السنة مش شغلة انت اختياري تعملها، لا، السنة منهج حياة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمين؟ لمن كان يرجو الله، للي مترجي رحمة ربنا السنة، للذي يرجو رزق الله السنة، للذي يرجو العطاء من الله السنة. فمن رغب عن سنتي فليس مني. الناس اللي بتركوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام انت محروم، انت محروم، مش انت مطنش السنة بكيفك، لا، انت حرمت. والله يا اخوان لو تطلع على نفسك ستجد ان كل سنة تتركها لا تتركها الا بمعصية عصيتها. يعني اطلع حالك، مسكت كاسة المية اليوم وانا شربت المية دفعة واحدة، طيب انت خالفت السنة؟ اصفن مع حالك دقيقة واحدة، ارجع لورا ساعتين زمان، ارجع لورا بس ساعتين، ستجد في الساعتين أنك أذنبت ذنوبا كانت عقوبتها أن الله يضيع عليك أجر السنة. ولو عملت سنة النبي شربت المية على 3 مرات وربنا ذكرك فيها، اطلع على آخر ساعتين، والله ستجد أنك فعلت حسنة كانت نتيجتها أن الله أكرمك بتطبيق السنة. تطبيق السنة إكرام وليست إلزام، تطبيق السنة إحشام وليست غرام، تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام حشمة من الله لك، تطبيق سنة النبي إكرام من الله لك. ولا يقبل كرامة إلا لئيم، لا يقبل كرامة إلا لئيم.
عشان هيك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام يراقبوه مراقبة، شو عطر النبي، شو اللون النبي بيحبه، ما هي الأكل النبي، كل هذا سنن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إحنا لما ما فهمنا سنة النبي صرنا نشوف إن سنة النبي عبارة عن أمر زائد، يا الله كيف قايمين بالفرائض لما تجيب لي سنن كمان. هيك صار يقول، صار يقول لك يا أخي أنا الفريضة يلا قايم فيها عشان تجيب لي كمان سنن، يلا مكفي الفريضة أنا هسه. لأنك مستثقل من ربنا ومن رسول ربنا سبحانه وتعالى، لأنك مستثقل منهم. النبي عليه الصلاة والسلام أو سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة. يعني البدع بتكثر والسنن بتقل، حتى تحيا البدع وتموت السنن. رح يجي زمن على الناس البدع كثير والسنن مفيش، يجي إن نصلي سنة الجمعة القبلية، لا اوعى انها بدعة، بتصلي الجمعة القبلية تنتامة بكفالة النبي عمرتك كاملة، بكفالة النبي. بس لو احييت سنة الزيارة، لو احييت سنة الزيارة بدك عمرة انت. معناته دوار سفر مش دوار عمرة. اذا دوار اجر، الاجر بيحصل باحياء سنة الزيارة. مرة كتبوا عنا المواقع انه حرمية اجوا بالنهار ونقلوا عفش البيت، والجيران بفكروا اخوانهم بيرحلوا، فكروهم قاعدين بيرحلوا، بيعرفوش بعض، وحتى ما سألوهم مش خير ان شاء الله الجيران مالكوا راحلين، ما حد يسأل الثاني ولا حد جاب سير للثاني، وفكروا ان الجيران بيرحلوا اثار الحرمية قاعدين بنقلوا بالكنبايات وبنقلوا بالتلفزيون، على المواقع الاخبار يحطوا وبنقلوا بالتلفزيون وكذا، بعز دين الظهر ساعة 12 الظهر الناس قاعد بهد وبرحل، وفكروا جارهم برحل. ليش؟ ما فيش جار عنده سنة الزيارة، ما في سنة زيارة المريض. تروح لعند المريض وتقول له: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيك 7 مرات، سنة الزيارة. بس سنة الزيارة معها سنة ثانية اسمها سنة الزيارة والتخفيف. شو يعني التخفيف؟ مش رايحين المستشفى وماخذين معنا طنجرة مقلوبة ونقعد عند المريض ونقعد نسولف، ولما بروح عند المريض قال لك من السنن المريض أن يحدثه بالمبشرات. شو المبشرات؟ يلا بتطيب تطلع وبتسولف لأولادك، أما ما بيخلي سيرة مرحوم غير تجيب سيرة. ما الزلمة بعد ما فلاش المرض يا زلمة، مو زلمة مريض. تقول له: والله هذول تالى العسلات ان شاء الله الله يكتب فيهن الشفاء. طب ليش المرتبان ناقص؟ والله ما هو ترك المرحوم وراء الله يرحمه عظامه وجايب تالي عسلات المرحوم، بلكي الله يشافيه يا زلمه غثيت باله. الفكره يا اخواننا، سنه الزياره وسنه التخفيف وسنه المبشرات هذول بيجوا مع بعض، كل سنن حياتنا سنن. اي انسان منا يحتاج لمنهج في حياته، هل منهج يا بخترعه يا بقلد واحد فيه. إني أخترعه بدي أعمل شغل جديدة، الله أعلم صح ولا غلط. إني أقلد الآخرين فيا بقلد كامل يا بقلد ناقص، وكل من دون رسول الله فهو ناقص. فلماذا لا تقلد الكامل وهو الرسول؟ لما آجي أوكل بدي أطبق أقلد حدا، يا بخترع من عندي يا بقلد هالناس. فأولى من تقلد أن يكون كاملا ولم يشهد الوجود في كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا تكون كاملا ككمال النبي؟ ليش ما تكون كامل زي النبي؟ لما اجيت ألبس بدي أقلد، يا بخترع طريقة من عندي يا بدي أقلد الناس. طب ليش ما تقلد النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يحب التيامن في كل شيء، حتى في ملبسه وتنعله. لما يجي يلبس برجله صلى الله عليه وسلم يلبس اليمين قبل الشمال، بتأخذ عليها حسنات تكون قلدت النبي عليه الصلاة والسلام. لما تيجي توكل قلد النبي عليه الصلاة والسلام، ما جمع بين اللقمتين. النبي عليه الصلاة والسلام هو قبل 15 قرن بيأدبنا انك ما تجمع بين لقمتين، اليوم لقمة بثمه ولقمة بحلقه ولقمة بيده وعينه على اللقمة بزبط. ليش هيك؟ لانه ما في حد يربي، ما في حد يدله الصح والغلط، ما في حد يقول له اعمل هيك ولا تعمل هيك. فخربطوا الناس تقاليدهم. ما دام انا لازم اقلد، قلد النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون في أرقى خلق وفي مصدر للحسنات. لأنه أنا أدبني والدي، أنت أدبك والدك، فلان أدب والده، تمام؟ طب والنبي مين اللي أدبه؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. بس لما بمشي ورا النبي
بمشي وراء تأديب الله وترباية الله. وفي ناس ربوه الشوارع، وفي ناس ربوه الزعران، وفي ناس ربوه السجون، وفي ناس ربوه النبي، والنبي اللي رباه الله. وبعد ما ربنا رباه راح أعطاه شهادة التخرج، شو قال له؟ وإنك لعلى خلق عظيم. بل ما أعطتش إلا للنبي. طب ليش ما يكون خلقك عظيم؟ صفاء القلوب، بياض القلوب، صدق الألسن، طهارة النوايا، كلها هي سنن. إحنا اليوم عاوزينها على فكرة. فالناس يا أخوانا نرجع منقول فكروا السنن أشياء إضافية، أنا يا الله قايم بالفريضة عشان تلحقني سنة. لا، أنت تقوم بالفرائض رغبة ورهبة من الله، وتقوم بالسنن بمقدار حبك لرسول الله. وحب النبي منحة من الله. قديش بيعطيك؟ على قد ما في بقلبك بياض، عندك مساحة سنتي. بنرجع ليكم